حدثنا حجاج قال: أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال عمار بهذا، وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسح وجهه وكفيه، وقال النضر: أخبرنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ذرًا يقول عن ابن عبد الرحمن بن أبزة قال الحكم: وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن ابيه قال قال عمار الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء